أنا بهني كل شعب الله في كل مكان بعيد ميلاد السيد المسيح وعيد ميلاد الخلاص للبشرية. وعايز أقول أنه لولا ميلاد المسيح ما كان خلاص ولا فداء للبشرية. وكمان عايز أقول أنه مش بس ميلاد المسيح كان من 2000 سنة، لكن عايز أقول أنه ميلاد المسيح ممكن يبقى كل لحظة، ممكن يبقى كل يوم، ممكن يبقى في كل وقت، لكل إنسان يقبل المسيح في قلبه مخلص وفادي ويفتح له قلبه ويسلمه حياته. هو ده ميلاد المسيح الحقيقي، لأنه مش ميلاد المسيح كذكرى، لكن ميلاد المسيح ده حياة إحنا بنعيشها، وكل يوم بيتجدد ميلاد المسيح في حياتنا وفي قلبنا. فكل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة وكل شعب الرب طيب، وكل سنة وكل دقيقة وكل لحظة كل نفوس ترجع للمسيح ويبقى ميلاد جديد حقيقي للإنسان على الأرض.